مساء الخير. ثمة من يقول إن بوادر التفاؤل بدأت بالظهور في لبنان، والحمد لله مع ظهور البلاغ الذي أرسله بهاء الحريري شقيق سعد وابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري من مقر إقامته الدائم في سويسرا. بهاء اليوم تذكر القوم الذين تطاحنوا فوق نعش والده رفيق الحريري، وقد مضى غلا هؤلاء القوم نحو عقد ونيف لا يسمعون عن الرجل شيئا ولا يعرفون. يطل بهاء اليوم على اللبنانيين وهم على شفا كارثة، لا بل كوارث، كارثة اقتصادية وكارثة معيشية وكارثة صحية، ناهيك عن الكوارث السياسية. وما أورده الشقيق الحريري الأكبر في بيانه جله صحيح، إنه بعد عام 2005 ذهبت غالبية السياسيين والأحزاب في لبنان إلى تكديس القوة والأموال على حساب المواطن ومصالح المواطنين، وعقدت التحالفات الرباعية والخماسية، فكانت ضحية لبنان وأهله والثقة الدولية. كذلك عبر عن أسفه لعدم وجود دولة قوية ومسؤولة نزيهة ومتينة اقتصاديا لتحمل عبء بث النشاط في أرجاء البلاد، ومضى قائلا: من هنا يجب إسناد مطالب الثورة المحقة في تغيير جذري في بنية النظام اللبناني والمجتمع، داعيا إلى مساندة مطالب اللبنانيين بتأسيس نظام اجتماعي جديد. كلام جميل ومنمق، ولكن ماذا لو أنه ليس أكثر من دغدغة مشاعر أهل البيت واستثارة الآخرين؟ ألا يجب أن يترافق هذا الكلام مع رؤية واضحة؟ هل هذه الرؤية إن وجدت ستكون ممكنة حاليا؟ هل هناك أحد في لبنان يعرف بهاء الحريري عن قرب؟ هل هو صاحب رؤية أو مشروع وطني؟ هل أقام بهاء مشروعا استثماريا واحدا في لبنان لفتح فرص العمل أمام الشباب؟ من هم المتعاونون مع بهاء في الداخل؟ هل هم أهل ثقة؟ هل يحظى بهاء بغطاء إقليمي ودولي؟ ألا تعني كل هذه الأسئلة أن حركة بهاء الحريري ستدور في حلقة مفرغة وأنها قد تنطفئ سريعا؟ ولكن أي تأثير لها في الشارع السني؟ ومع ذلك مهمتنا هنا أن نسأل. ضعف سعد الحريري وتراجع تيار المستقبل ووهن وهزالة الشارع السني على الجملة، ألا يفتح كل ذلك الباب عريضا أمام دخول بهاء الحريري المعترك السياسي في لبنان؟ هل ينجح بإقناع جمهوره، أو بالأحرى جمهور والده، بزعامته له لأن شقيقه لم ينجح في تكوين جمهور خاص به؟ هل ينجح في استعادة جمهور والده الذين خاسرهم أخوه وكان سببا في خسارة المستقبل، قسما منهم، قسما مهما من جمهور الوالد الذي شكلت الغالبية السنية عموده الفقري؟ لماذا هجم مناصرو سعد بهاء الحريري؟ أليست عودته حقا مشروعا للرجل؟ ألم يفشل سعد بتمثيل النهج الحريري في اللعبة السياسية في لبنان؟ هل هناك صراع وخلاف بين الإخوة سعد وبهاء؟ وأن وجد هذا الصراع، ألا يقزم إرث رفيق الحريري وحضوره العالمي المؤثر وحضوره الداخلي الذي كان يسعى إلى بناء وطن وتحويله إلى صراع على النفوذ داخل البيت الواحد؟ أهلا بكم إلى تفاصيل. أرحب بضيوفي عبر سكايب من بيروت بالأستاذ أحمد عياش الكاتب والمحلل السياسي، بضيفتي عبر سكايب من بيروت أيضا الإعلامية ومديرة مؤسسة يوميديا يمنى فواز، وبالأستاذ نبيل الحلبي مدير مؤسسة لايف لحقوق الإنسان. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام إلى تفاصيل. أبدأ معك أستاذ أحمد عياش الكاتب والمحلل السياسي، ولنبدأ بسؤال افتتاحي لهذه الحلقة ليفهم الجمهور ما يحدث حاليا في لبنان الذي يعيش كوارث على كافة الأصعدة. هل هناك خلاف حقيقي بين بهاء الحريري وسعد الحريري، وما هي ملامحه إن وجد؟ يعني ربما إذا أخذنا الأمر من حيث الشكل، هناك فعلا خلاف،
يعني مرة أخرى هذا الموضوع يطرح في وسط تساؤلات وعلامات استفهام نعم حول مآل الأمور بين الشقيقين اللذين ينتميان الشهيد رفيق الحريري. اليوم إطلالة الشيخ بهاء لا تقترن مع يعني إلا مع يعني مع هذا التناقض ما بينه وبين شقيقه على الأقل في الشكل. هما لا يتكلمان، يعني الشيخ سعد الحريري لا يتكلم وأيضا الشيخ بهاء لا يتكلم أيضا بمعنى الظهور العلني ليشرح ما يريده من العودة. ليس لا يكفي فقط البيان. ولذلك حضرتك معنا وباقي الضيوف يا أستاذ أحمد لنفهم أكثر بحكم قرب كل منكم من دائرة آل الحريري. عندما نتقول أو توافقني الرأي بأن هناك فعلا خلاف بين بهاء وسعد، ملامح هذا الخلاف هل هي مثلا على زعامة التيار السني والشارع السني في لبنان؟ هل هي على طبيعة التحالفات اليوم، موقفه من العهد، موقفه من حزب الله، موقفه من الملفات الإقليمية، من الدعم الدولي؟ ما هي ملامح هذا الخلاف بالتحديد؟ يعني من حسنات هذا الواقع اللبناني وخاصة من حسنات واقع الطائفة السنية أن ليست هناك زعامة أحادية. عندما نتحدث اليوم عن شقيقين يعني الشيخ بهاء والشيخ سعد، يعني هما لا يطمحان ولا أعتقد أنهما يطمحان إلى بلوغ الزعامة السنية. الزعامة السنية هي موزعة على هذا الطيف الكبير من القيادات والمراجع والفعاليات. لهذا المعنى أنهما ربما الأميز، الشيخ سعد اليوم الأميز من خلال حجمه النيابي أو حجمه في البرلمان اللبناني. إنما يعني هناك يعني ما يشبه العودة إلى يعني الواقع الأصلي لانطلاق هذا يعني لما يسمى من يخلف رفيق الحريري على المسرح السياسي. كأننا نعود يعني وأيضا هل هناك خلاف على المسعى السياسي، على الرؤى السياسية بين الأخين؟ هكذا بدأ من البيان الذي أصدره أو صدر عن الشيخ بهاء. القول أن هناك صفقات وتسويات هو يعترض عليها. وبالتالي أين أستاذ أحمد، يعني أرجو أن لا ننسى هنا أننا نتحدث إلى جمهور ربما يكون غير مطلع بشكل أو بآخر على ما يحدث. يعني هناك طبعا لا شك ان المسيره السياسيه لسعد الحريري الممتده على مدى 15 عاما، يعني هناك يعني تجارب يعني كثيره منها المشاركه في السلطه والوصول الى اعلى المستويات على المستوى السني. نحن نتحدث عن رئاسه الحكومه. نعم. يعني خلال هذه المسيره هناك الكثير لها وعليها. وبالتالي عندما يأتي شقيقه يعني السيد بهاء اليوم ليقول أن هناك تسوية حصلت، يعني هو يشير تحديدا إلى التسوية التي أنتجت العهد الحالي. إذا هناك يعني ربما هناك من يصحح لي هذه المعلومات، ولكن هي فعلا بيت القصيد اليوم. هذه التسوية التي أتت بالرئيس يعني أو بالعماد يعني حكومة سعد الحريري قبل أن تستقيل تماما. ومن خلال هذه التسوية التي هي في نهاية المطاف تحت مظلة حزب الله. حزب الله هو بالفعل هي القضية الأساسية. وأعتقد أن هناك يعني من يريد أن يوجه سهام الانتقاد إلى سعد الحريري ينطلق من أن كل هذا الأمر يتم تحت مظلة حزب الله. يعني أفهم من كلامك اليوم يعني نقطة الخلاف الأكبر هي الموقف من حزب الله ودوره وهيمنته على لبنان. من يعني اليوم نتحدث أن سعد كان له دور بهذه الهيمنة أو ساعد بشكل أو بآخر، وبهاء ضد هذا التوجه أو ضد أخطاء أخيه؟ هنا ربما علينا أن يعني أن لا نتبنى وجهة نظر بهذا الاتجاه. بمعنى القول هنا خصوم سعد الحريري يقولون هذا، يقولون أنه ذهب في تسوية لمقطعة حزب الله يغطي حزب الله وينفذ أجندة لحزب الله من أجل الحصول على المكاسب في السلطة. هكذا يقول الخصوم. لكن في واقع ومن الذي قبل شهور ذهب بزيارة سرية إلى النظام السوري والتقى بشار الأسد ربما أو أحد المسؤولين في النظام، سعد أم بهاء؟
هنا يعني ربما يعني لا أعتقد أن هناك معطيات جدية حول هذا الأمر. الزيارة الشهيرة التي قام بها أيام المرحوم الملك عبد الله وهي كانت معلنة. لا 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 أتحدث هنا، أتحدث قبل شهور، ليس عن زيارة سعد الحريري، قبل شهور الموضوع بغطاء زيارة سرية وبموكب وحماية من حزب الله. أنا يعني هنا يعني نتمنى أن نستمع إلى هذه الوقائع. ليس هناك من واقعة يمكن الركون إليها. نحن نتحدث اليوم عن يعني إذا يعني ما نستمع إليه الآن هو شائع على أكثر ولا أقل، ليست مسندة، لا أحد يتبناها هذه الشائعة، ولكنها إذا نشرها على كل الأحوال. يعني أنت ربما تتحدث بشكل جدا منمق، وأفهم أن توجهك اليوم لا تريد شق البيت الواحد، البيت الحريري، ولكن من نشر هذا الموضوع ونشر هذا الخبر على ما أذكر هو موقع اسمه ليبانون ديبيت، ومعروف ضمن الأوساط الصحفية لمن يتبع ومن يحاول أن يمرر رسائل من خلاله. أرجو منك البقاء معنا أستاذ أحمد عياش، سأعود إليك بعد قليل. أنتقل إلى ضيفي الأستاذ نبيل الحلبي، مدير مؤسسة لايف لحقوق الإنسان، ورحب بك معنا من جديد. أسألك أيضا بذات السؤال، ربما تكون إجابتك بشكل أوضح أو بشكل أجرأ يا أستاذ نبيل. ملامح الخلاف ما هي؟ ما هو الخلاف الحقيقي اليوم بين بهاء وسعد الحريري؟ هل هو على ملفات داخلية، إقليمية أم خارجية؟ يعني سأنطلق من السؤال الأخير أولا، يعني تحية لك ولضيوفك. سأنتقل إلى السؤال الأخير بعد إذنك، اللي هو توجه لضيفك الكريم. نعم. حول زيارة سرية، وكأنك تلمح لخبر نشره ليبانون ديبيت الذي دأب منذ فترة على التهجم على بيان الشيخ بهاء وعلي شخصيا بالأمس، ويعني ضمن يعني آلية مبرمجة نعلم مصدرها ونعلم ما هي الأهداف من ورائها. طبعا في نفس هذا الموقع جاء الرد بأن بالنفي المطلق حول التقاء أو زيارة لبشار الأسد من قبل الشيخ بهاء الحريري أو لأي شخصية سورية تابعة للنظام، لأن هذا الأمر مرفوض مطلقا عندي وعند الشيخ بهاء. يعني أنتم تعرفونني جيدا، موقفي بالنسبة للملف السوري، وبالتالي هذا الأمر خط أحمر سواء بالنسبة لي أو بالنسبة للشيخ بهاء. جميل جدا يا أستاذ نبيل. إذن الخبر هنا ليس الزيارة، ما قصدته أنا الخبر ليس بحد ذاته هو الزيارة، إنما عندما يحاول سعد الحريري أو أحد المقربين منه أن ينشر هكذا خبر حتى وإن تم نفيه لاحقا، خلاص وصلت المعلومة للناس، هذا ألا ينم عن خلاف أو خلافات ربما متلاحقة؟ طبعا منذ نشر البيان الأول في عشية 14 شباط الماضي، يعني في عشية ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كان هناك ردود في الشارع ضدنا وردود من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ممنهج. طبعا عندما يظهر الشيخ بهاء إلى الساحة السياسية وهو كان يعني في منذ 15 عاما يراقب المسرح السياسي في لبنان، وطبعا وهو يعني بخلاف ما يشار عن خلاف قديم، ليس هناك خلافا عائليا قديما، لقد سلم برئاسة الشيخ سعد الحريري شقيقه لتيار المستقبل، وساعده ووقف إلى جانبه في محطات عديدة، إلى أن ذهبنا إلى تحالف رباعي بعد شهرين على استشهاد رفيق الحريري. يعني إلى أن ماذا؟ تحالف رباعي، كانت هناك ثورة في 14 أدار 2005، ثورة مليونية، أراد البعض المهندسين مهندسو التسويات للذهاب إلى تحالف رباعي وإنقاذ وانتشال هذه المنظومة الفاسدة التي كانت تتحكم في زمن وصاية النظام السوري على لبنان من الحضيض، يعني إجهاض مفاعيل 14 أدار 2005. ثم ذهبنا إلى تحالف خماسي، يعني التيام بالعهد وتسليم جبران باسيل مجلس الوزراء، سلطات مجلس الوزراء وصلاحيات رئيس الحكومة. يعني خليني أقطع بس عند هذه النقطة. لاحظت بكلامك تقول ضدنا ويتهجمون علينا، تتحدث بلغة الجمع. حضرتك يعني يعني مقرب من بهاء الحريري، من السيد بهاء الحريري، في أنتم على جبهة واحدة، هل بشكل رسمي أم مجرد رأي؟
طبعا بشكل رسمي، يعني هو ذكرني في البيان مشكورا ليلفت الانتباه بأن هذه المنتديات التي تشارك بالثورة في ثورة 17 تشرين هي مساندة منه، وعلى رأسها الصديق نبيل الحلبي. أشار يعني أن معرفتي بالشيخ بهاء قديمة، جميل، ولكن لم تكن هناك علاقات يعني أو خلينا نقول تعاون سياسي، لأنه لم يكن يتعاطى بالسياسة، هو رجل أعمال. واليوم أيضاً واليوم صار في تعاون سياسي. نعم، من أجل سياسي وجبهوي، من أجل تغيير النظام في لبنان، تغيير جذري، تقديم ورقة سياسية وإصلاحية، ورقة سياسية وإقتصادية إصلاحية للبنان، معالجة جذور أزمة النظام في لبنان. وهذه الورقة لا نعمل عليها بشكل منفرد، هناك فريق عمل سياسي واقتصادي ودستوري من خبراء وأصحاب اختصاص لبنانيين في الخارج وفي الداخل، نعمل على هذه الورقة. من معكم أستاذ نبيل لنطلع قليلا للجمهور، من معكم؟ يعني الأمر حتى الساعة لا نريد الإشارة إلى هذا الفريق، لأن الهجمة الشرسة التي نتعرض لها وقد ذهبت في بعض الأحيان إلى التهديد بالقتل، هذا الأمر يعني نحتفظ لنفسنا به إلى حين إضعاف هذه المنظومة الحاكمة الفاسدة الميليشياوية الخارجة عن القانون، وباعتبار أن القضاء في لبنان غير مستقل والمؤسسات الأمنية في لبنان غير مستقلة وهي مخترقة، ونعلم من أين مخترقة ومن من، وبالتالي هذا الأمر رهن في وقته لسلامة المشروع بداية. طيب، قلت لي إسقاط النظام وهي مطالب الشارع على ما يبدو. صحيح. يا أستاذ نبيل، مطالب الثورة اللبنانية إسقاط النظام بما فيهم تيار المستقبل، بما فيهم سعد الحريري. سعد الحريري اليوم استقال من حكومته، يعني هو خارج من المنظومة الحاكمة. الموضوع لا يتعلق بحكومة استقالت، يعني عندما استقالت حكومة المنظومة، ولا أقول حكومة سعد الحريري، لأنه عندما نعود إلى الوراء وكنا نلوم سعد الحريري وتيار المستقبل على بعض الأمور داخل مجلس الوزراء، مثلا على سبيل المثال موضوع عدم توقيع مرسوم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، وهو محق، لأن غالبية الناجحين هم من طائفة لا تتبع، أو خلينا نقول مش هنقول طائفة، يعني حتى من اتجاه سياسي وطائفي ليس من حصة جبران باسيل، يقول بأن الرأي الحكومة هو لجبران باسيل. فعندما سقطت الحكومة يقولون بأنها حكومة سعد الحريري، لا، هي حكومة المنظومة، حكومة حزب الله، حكومة حركة أمل، حكومة جبران باسيل، وحكومة وليد جملاط، وحكومة تيار المستقبل. وما أوصل الأمور إلى هذا كله هو تراخي سعد الحريري من وجهة نظركم؟ هناك منظومة متكاملة، محاصصة طائفية، على رأس كل طائفة ولكل شريحة من هذه المنظومة رأس. يمكن لسعد الحريري أن لا يعطي هذا الغطاء السني. فإذا لم يعطي هذا الغطاء السني تصبح أي مشروع في لبنان هو غير ميثاقي، لأن النظام السياسي في لبنان مركب على أساس طائفي توافقي، وبالتالي الغطاء السني، غطاء أكبر طائفة في لبنان، أعطي لهم بالمجان. أنا شخصيا عام 2018 بررت للرئيس سعد الحريري فيما سبق ببعض الظروف التسوية، ولكن قلت له شخصيا عندما حضرت له في بيت الوسط قبيل الانتخابات بأن الظروف الإقليمية والدولية تغيرت، سقط الاتفاق النووي الإيراني، عليك أن تفك هذه التسوية مع حزب الله ومع العهد، ونحن معك. وطلبت منه أن طيب وانتظر الفرصة المناسبة في أول مظاهرات، في أول كم يوم فرط الحكومة كلها. يا سيد الكريم، طلبت منه أن يتحجج بالصقور داخل تيار المستقبل مني ومن معين المرعبي ومن غيرنا، من أن يقول لحلفائه الجدد بأن لا أستطيع أن أتخذ مثل هذه القرارات، لأن هناك حالة من التململ داخل تيار المستقبل وداخل الشارع السني، لا أستطيع أن أسير في هذا الأمر. ولكنه عاد إلى صفقات، يعني هناك تسوية إذا قمنا بتبريرها في مكان ما، لا يمكن تبرير الصفقات المالية والفساد التي جاءت فوق هذه التسوية، ركبت على هذه التسوية وأصبحت محاصصات يعني تنم عن مصالح شخصية ومالية أدت بالبلاد إلى حافة الإفلاس والانهيار. طيب، سأعود إليك بعد قليل، أنتقل إلى يمنى فواز الإعلامية ومديرة مؤسسة يوم ميديا، مرحبا بك معنا.
سيدة يمنى، كما سمعت إلى كلام الأستاذ أحمد عياش والأستاذ نبيل الحلبي، ما أفهمه أن هناك اليوم انشقاق في البيت السني، في البيت الحريري، بكل تأكيد له انعكاسات على الشارع في لبنان. كيف يمكن أن تحدثينا عن هذه النقطة؟ بداية لا ألوم أحد من الضيوف، ولكن أعتقد سأكون الأكثر شفافية بالحديث عن هذا الموضوع، لأنني على مسافة واحدة سواء من الأخوين سعد وبهاء. ولدي ملاحظة سريعة، لا أعرف لماذا لم يتم التعريف بأستاذ نبيل حلبي بأنه هو الناطق الرسمي اليوم باسم بهاء، ولكن هذه نتكلم فيها لاحقا. راح أسأله بعد شوي. أنا التايتل هذا اللي أعطوني على كل الأحوال حلبي، ودخوله بشكل مباشر وواضح بالمعترك السياسي مع بهاء. بداية، هذا الخلاف بين الأخوين هو ليس بجديد، هو قديم، ويمكن القول منذ تولي سعد، أو إذا كانت الوصية أو إذا كان الاختيار تم أن يأخذ الخلافة السياسية سعد وليس بهاء، منذ ذلك الحين بدأت المشكلة، وهذا لا يخفى على أحد. وبمتابعتي وخصوصا لهذه المسألة، تابعتها منذ سنوات، وكان لدي تفاصيل بأن بهاء هذه ليست المرة الأولى الذي يحاول أن يدخل إلى معترك سياسي ويستهدف شقيقه بشكل خاص، لأن يعني بحكم التقسيم المناصب اللبنانية يعني طائفيا، فكان الاستهداف الأساسي بالتأكيد لشقيقه، لأنه هو اللي بينافسه بشكل أساسي، وهذا تم بال 2016 وكان معه بعض الأفرقاء اللبنانيين، وأيضا كانت له لقاءات في دول خارجية وخصوصا السعودية. ويمكن أن أحدثك هذا اللي قاله قبل شوي أستاذ نبيل، قال اعتراضا على ما وصلت إليه الأحوال وموافقة سعد الحريري على هذه التكوينة الحكومية التي أدت إلى سيطرة العهد وحزب الله على كل الأمور، يعني قالها قبل قليل، يؤكد هذا الموضوع. نعم سمعت ما قاله نبيل وأتفاجأ بداية. أولا لاحقا سأشرح لك ماذا حصل في هذه 2016، حين كان سيتم استبدال محاولة دخول بهاء المعترك السياسي ببعض المساعدات، وما وصلت إليه النتيجة، وتنحى جانبا وعاد اليوم بشكل من باب آخر. سأقول بشكل عام، لبنان مش مملكة، والبداية مش كل شخص له الحق بالعمل السياسي، هذا حق من الحقوق العالمية بالأمم المتحدة مذكور كمان، ولكن مش نحن بلبنان ما أمنا بالثورة، وبلبنان أول شيء بطل في كيك لحدا يأكل منه. اوكي، هيدا اول نقطه. وثاني شيء، نحن مش مملكه للاخوه يتخانقوا مع بعض مين بده يستلم هيدا المملكه. والشعب اللبناني بعد ثوره 17 تشرين ما بقى فيك تتعاطى معه بابن سياسي وابن زعيم وابن. فاول نقطه، يعني اللبنانيه اخر شيء بدهم بعد وريث سياسي ليستلم اي حكم او منصب بلبنان، هيدا اول نقطه. ثاني نقطه، كان الأفضل أن يدخل بهاء من باب المؤسسات وليس من باب الشارع. كيف يعني من باب المؤسسات؟ اشرحي لنا يا يمنى. يعني من باب المؤسسات، اليوم بلبنان نحن عنا أزمات وليس أزمة واحدة على كافة المصعد، واليوم بسبب الأزمة الاقتصادية اللي بدأت من مدة، وهلأ نحن بأسوأ وضع، ونحن نحن بانهيار الديرة اللبنانية. نحن اليوم كثير بحاجة لا مؤسسات، لا خلق فرص عمل جديدة، لا بشكل أساسي هو اللي حأحكي فيهم. حتى هلأ نحكي عن المنتديات نبيل الحلبي، ولكن هيدا أمر آخر، مش هيدا اللي نحن مطلوب اليوم. بس اليوم أهم شيء يكون في عمل مؤسساتي، عمل قانوني، عمل حقوقي، عمل خلق فرص عمل، وخلق فرص جديدة للشباب لبنان، ومساعدة لبنان بالنهوض من خلال، يعني لازم اي شخص اليوم. طيب نحن بنعرف شو اللي لازم وشو اللي ناقصه لبنان، بس بدي افهم منك، يعني عم تحاولي تقولي يا يمنى انه اليوم بهاء الحريري غير مؤهل، سعد الحريري غير مقبول، وصفي لي كلامك كي افهم. نحن بحاجه لاشخاص وطنيين، ما همهم اذا بيوصلوا لمنصب او ما بيوصلوا لمنصب، همهم
اليوم ينقذوا لبنان، يشتغلوا من اجل لبنان، واذا فعلا بدهم يجوا على منصب لبنان يعرفوا انه في تضحيه كبيره، في تضحيه على كافه المستويات. يعني اللي بده يجي اليوم لازم يكون منقذ، بده ينسى حاله وبده ينسى انه يكون نجم، بده يكون عنده، بده يكون شفاف واضح، ما بيشتغل عمل ميليشيات، مش زعلانات، بده يكون في عنده قبول من الناس، بده يكون فعلا شغل عمل سياسي واجتماعي، مش وهو كل شخص. وهو المتوفر في بهاء الحريري ام غير متوفر برايك؟ عفوا، وهو متوفر في بهاء الحريري ما ذكرتي ام غير متوفر؟ ليس يعني بهاء اليوم، ما هي صفات بهاء؟ أنا سأقول لك قصة تحقيق كنت عم بكتبه ولكن لم ينشر حتى الآن لأسباب معينة، قد ينشر راحقا، لكن هقول لك جزء بسيط منه. بهاء بال 2016 بس قرر يدخل على السياسة بلبنان، كان صار في لقاءات لبنانية ولقاءات سعودية، وكانت النتيجة أن كانت النتيجة بعد عدة لقاءات أنه لا يصلح، لا يصلح العمل السياسي وما واللي موجود بلبنان. يعني بيقصدوا خيو، هيدي نتيجة إذا بدك بعد مشاورات عديدة كانت النتيجة إنه خيو اللي بلبنان أفضل بكثير من بهاء. وهذا لا يعني إنني أؤيد سعد أبدا، سعد قام بتجربته وتجربته بالنسبة لي لم تكن ناجحة بغض النظر عن الأسباب، ليس هنا الحديث. ولكن أيضا بهاء، من هو بهاء؟ رجل أعمال، ماذا قدم للبنان بهاء؟ أين هو، أين يعيش بهاء؟ لماذا دخل إلى المجتمع اللبناني مجددا عبر الشارع؟ لماذا يتم استهداف المهمشين والفقراء؟ لماذا لا يتم، لماذا لا يستطيع التواصل مع أشخاص لديهم القدرة على التأثير؟ لأن ما هي شخصية بهاء؟ بهاء ماذا قدم من مساعدات؟ طيب مفهوم. خليني هاي الأسئلة رح خليها بعد شوي نسألها للأستاذ نبيل. رح انتقل من جديد إلى الأستاذ أحمد عياش الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ أحمد، شايف الحلقة يعني تميل للوضوح أكثر، فابتعد لي الله يخليك شوي عن هيك لغتك الجميلة الدبلوماسية اللي بتحاول دائما فيها أنك تحكي بخطوط كتير عريضة. بدنا شوي تفاصيل. اليوم يقول لك الأستاذ نبيل ما يعني جاء بهاء ليحاول أو يسعى إلى أن يحاول أن يصلح ما أفسده أخوه سعد وما جره من كوارث نتيجة قراراته الخاطئة وفتحه المجال لباقي الأطراف أن تهيمن على لبنان. برأيك بهاء الحريري مهيأ؟ هل لديه الخبرة السياسية؟ هل يمكن أن يتخطى كونه رجل أعمال ربما يكون ناجح؟ طبعا هذا سؤال يعني جدير بالاهتمام، وربما يعني من خلال الاجتماع لضيفيك يعني الكريم، يعني الأستاذ نبيل والأستاذة الكريمة فواز، أنا أعتقد يعني نحن نحتاج إلى المقاربة ربما لأنه نتحدث عن مشروعية لهذا الاسم، مشروعية اسم الحرير. يعني نحن اليوم نذهب إلى هذا، يعني إلى هذا المعين الذي أسسه في أنا أقول اليوم على سبيل المثال، نحن في خضم أزمة مالية لا سبق لها في هذا البلد. يعني ربما يعني لو كان حيا رفيق حريري في هذا الزمن، أنا أعتقد أن ستكون مهمة صعبة جدا من أجل إخراج هذا البلد من هذه الأزمة. ولكن في العام 1992 نحن كنا شهود عليها ومرافقين لتلك التجربة. لبنان غرق في أزمة مالية تشبه أزمة اليوم، بمعنى ارتفع سعر صرف الدولار في السوق المالية وفقد اللبنانيون فجأة القدرة الشرائية بالإمكانيات التي كانت متاحة. أول وصول رفيق الحريري بالطائرة في خريف العام 1992 على أساس أنه سيكون الرئيس المقبل للحكومة، فورا البلاد ذهبت في اتجاه جديد، ومن ثم هناك أصبح هناك دينامية يعني تراكمت فيها الإمكانيات شيئا فشيئا، وذهبنا إلى هذا الاستقرار الذي رافقنا منذ الخريف عام 1992 حتى العام 2019. يعني حقبة طويلة من الزمن كان رفيق الحريري هو يعني العنوان حتى بعد استشهاده.
يعني أثار ما تركه رفيق الحريري هي التي صنعت استقرار على هذا المدى الطويل من الزمن. أنا هنا يعني من خلال هذه القضية أذهب لأقول سواء الشيخ بهاء أو الشيخ سعد كلاهما هل هما يعني اليوم في مكان ما على الأقل يقتربان من هذا الرمز أنهم يحملان يعني اسم من هذا رمز والدهم تقصد؟ طبعا هل يستطيع أحدهما اليوم ليقدم للبناني شيء من هذا الرمز؟ أنا أعتقد حتى الشيخ بها لا يستطيع لا هو ولا أخيه ولا حتى يعني أنا أعتقد الطبقة السياسية اليوم ببرومتها لا تستطيع إنجاز حل اليوم. هي هذه المأساة. طيب. ربما الآن هذا الجدل الذي نخوضه اليوم هو لمزيد من تعميق الأزمة وليس لإيجاد مخارجها. بالعكس لنفهم أكثر إن كان هناك خلاف وإلى أين تتجه الأمور أصلا، وربما الحلول ليست علينا كإعلام يا أستاذ أحمد، تعرف الحلول عليكم أنتم السياسيين. على كل الأحوال أتوجه بالسؤال أيضا لأستاذ نبيل الحلبي، نقول الناطق الرسمي باسم مكتب بهاء الحريري ولا شو أستاذ نبيل؟ أنا مسؤول المنتديات. نعم. منتديات موجودة في كل المحافظات تقريبا، شاركت بثورة 17 تشرين. أنا صديق شخصي للشيخ بهاء من قبل ما يطل على المشهد السياسي، صديق شخصي. طيب. وبالتالي خليني هلا أسألك بسؤال آخر. أكثر تنظيما، لأنه بدي رد على صديق أيوب. رد ما في عندي مشكلة، بس خليني أسألك لأنه أشارت هي وكأنه حشرت موضوع المنتديات في الشارع، أنه هو أطل الشيخ بهاء الحريري على لبنان واللبنانيين من خلال الشارع، وهي تقصد أنه المنتديات قبل ثورة 17 تشرين هي منتديات اسمها المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي، تقوم بورشات عمل تدريب. لا انت حكيتي بدي احكي يمنى. تفضل استاذ نبيل، خليه يكمل فكرته يا يمنى. خلينا نسمع نفهم خلينا نفهم. تفضل. المنتديات هي برنامج تأهيل للشباب وخاصه في مناطق السنه، وكنا نحن واضحين جدا انه نحن امام اضطهاد هذه الشريحه في لبنان، ومعروف ليش تم اضطهادها. نخشى من ذهاب الشباب السني إلى الهجرة أو إلى المخدرات أو إلى سراي حزب الله، سراي المقاومة، أو إلى اتجاهات متشددة متطرفة يدفعوا ثمنها بالسجون مثل ما حصل بالسابق. جميل. نحن بدأنا بورشات عمل، قامت الثورة، شاركنا بالثورة. هلأ إنه الغمز إنه هذه المنتديات تبنى على الشارع او على الفئات المهمشه او كذا، هذا كلام ما له اي اساس. طيب. طبعا هي وضحت يا استاذ نبيل، بدي استغل الوقت بس شباب. نعم تفضل. خليلي عينك بس لانه ما ضل عندي كثير وقت. طيب اليوم هناك من يقول، وارجو منك الرد او التوضيح، ان ان بهاء الحريري في عام 2020 يعيد الى الاذهان سعد الحريري في 2005 بعد وفاه رفيق الحريري الشهيد، بمعنى اننا كنا نذكر عندما استلم الزعامة وأصبح رئيسا للوزراء سعد الحريري لم يكن يملك من الخبرة السياسية شيء، ولا حتى أنه كان يعني غير مؤهل لذلك، ولكن 15 عاما أكسبته معرفة وخبرة وحنكة سياسية وعلاقات داخل لبنان وخارج لبنان. بهاء الحريري اليوم ما الذي يمتلكه من خبرة سياسية؟ هل عاش في لبنان؟ هل يعرف مشاكل اللبنانيين أصلا؟ هل خبرته، إن كان لديه خبرة سياسية وحنكة سياسية، تفوق سعد الحريري؟ يعني أنا بحب أكد ذلك، بأكد أنه الشيخ بهاء الحريري في شغلات بيعرفوها عنه مجمل اللبنانيين، أنه هو رجل أعمال ناجح. صحيح كان في عنده إرث من والده الشهيد رفيق الحريري، إرث مالي وسياسي. نعم. ولكن هذا الإرث توزع على كل الأبناء. في البعض ضيع هذا الإرث إن كان مالي أو سياسي، وفي البعض ثمر، وفي البعض بنى على هذا الإرث. ولكن بالعودة أنه هو وريث سياسي ونحن منا مملكة ونحن كذا، أنا بس بدي أقول لصديقة يمنى من منطلق أنه أنا خلفيتي مش سياسية، بتعرف خلفيتي حقوقية، وكتبت على صفحتي الشخصية بهذا الموضوع رد على إحدى التغريدات الإعلامية. أولا شيخ بهاء منه خيار عائلي، يعني عائلة الحريري اللي هلأ بالسياسي بلبنان
منه خيار. استاذ نبيل تركت سؤالي حضرتك هلا وصرت ترد على يوم حجاوب بس عشان نمد لتكون الامور واضحه، لانه هذه كمان عامله اشكاليه بالبلد. بس انا ما عندي كثير وقت، خلي لي عينك. تماما، بشكل سريع تفضل. الامر الثاني، لم يطرح نفسه بديلا، يعني لا اجى قال بدي اعمل رئيس حكومي ولا بدي اعمل قال زعيم السنه. قال انا جاي عندي خطه انقاذيه للبلد ولا اريد السلطه. وانا عم بقول عن لسانه هالكلام وعارف شو هو بده، انه ما بده السلطه. فلذلك نحن خلينا نختصر هذا الموضوع، ما نجي نقزم الموضوع، من وري السياسي في طيب عائلات. إذا عنده خطة سياسية لإنقاذ لبنان ولا يريد السلطة فليقدمها، يقف إلى جانب سعد أخيه. لا 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 لا، هناك مشاريع فاشلة جربت، ليش تحتل ترجع بدك تبني عليها؟ يعني ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على فاشل فهو فاشل. خلص جربت 15 سنة بفتكر. طيب. الأمور كافية صارت. أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا الأستاذ نبيل الحلبي، مدير مؤسسة لايف لحقوق الإنسان، ضيفي من بيروت. كل الشكر ليمنى فواز الإعلامية مديرة مؤسسة يوميديا. سامحينا يمنى بس لأنه خلص وقت الحلقة يا يمنى، سامحيني بس إن شاء الله بمشاركات لاحقة بوعدك إنه أعطيكي وقت. مش بحاجة لناس تتخانق هلا، أصلا ما بقى في شيء يتخانقوا عليه. شكرا يمنى، شكرا لك يمنى فواز. كل الشكر للأستاذ أحمد عياش الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي أيضا عبر سكايب من بيروت. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. لا تنسوا أن تتابعونا دائما على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بأمان الله.